بسم الله الرحمن الرحيم. شرح مبسط وسريع مراجعة لنهاية الشيط الأول اللي هي درس الترانسبورت. ترانسبورت على السيل ممبرين، على غشاء إيش؟ الخلية. ترانسبورت على السيل ممبرين. أوكي، عملية ترانسبورت على السيل ممبرين مهمة هلبة في الامتحان. نبدأها أول شيء بتعريف بسيط اسمه concentration gradient. concentration ايش؟ gradient، تدرج gradient، التركيز concentration gradient. والله بكل بساطة، في عندي زوز محاليل، هذا محلول وهذا محلول. solution محلول، ايش معنى كلمة محلول؟ مية دائب فيها مادة، دائب فيها ملح مثلا او دائب فيها سكر، هيسموه فيه محلول. فكان هنا عندي محلول A ومحلول B، يفصل ما بيناتهم غشاء. تمام، يفصل ما بيناتهم شنو؟ غشاء. قال المحلول A فيه مواد دائبة أكثر والمحلول B فيه مواد دائبة أقل. فهنا يبدأ عندي في حالة اسمها concentration gradient، يعني في جهة فيها أيونات هلبة وفي جهة فيها أيونات شنو؟ أقل. تدرج التركيز، إذا لو بنعرف درجة التركيز حيجينا في امتحان زي تو، عرف تدرج التركيز مثلا، أو ممكن يجيك في الام سي كيو شو معنى درجة التركيز، أو ممكن يجيك أكمل يعطيك فراغ ويكتب لك تعريفة. تعال نشوف تعريفها بكل بساطة، مش التعريف اللي في الشيت صح، لكن هو مقتبس من الكلام الموجود في الشيت باش تفهم به. عبارة عن شنو؟ difference، اوكي، الاختلاف in concentration، الاختلاف في التركيز between بتي between هدية to solution which بحيث one have higher concentration concentration than another. أبسط من هيك مش حتقدر تلقى. هو في ممكن أقدر أبسط أكتر من هيك، لكن هذا الكلام يلي بيجيب لك الدرجة قوية في الامتحان. difference الاختلاف في التركيز concentration ما بين زوز محاليل، هو اختلاف التركيز ما بين زوز محاليل. difference in concentration between two solution، هذا محلول هذا محلول. تمام، بحيث which واحد عنده تركيز أعلى من الثاني، higher concentration than another. هنا ال A عنده تركيز أكثر مشان من ال B، شو يسموه فيها هدية؟ تدرج التركيز. مكان عنده مكان عنده concentration عالي، ومكان عنده شنو؟ concentration إيش؟ أقل. concentration شنو؟ أقل. فه جميل. نجو تور الترانسبورت، نجو تور شنو؟ للترانسبورت. ترانسبورت على السيل ممبرين. أول شيء السيل ممبرين شنو هو؟ والله السيل ممبرين حاجتين، في عندي دهون اللي هم الفوسفوليبيدز، فوسفوليبيدز، وفيهم داخلهم شنو؟ بروتينات. فيهم داخلهم ايش؟ بروتينات. وفي بروتينات انا انتجرال يقطع السيل ممبرين بالكامل، وفي لي شنو؟ بريفرال، ما يهمنيش البريفرال جاي على الطرف. اوكي، اذا يا اما عندي ليبيد يا اما عندي ايش؟ بروتينات. عمليه الترانسبورت بندخل مواد برا وداخل، بندخل مواد شنو؟ برا وداخل. اوكي، فقال لي عمليه الترانسبورت اول شيء ترانسبورت، قال لي يا اما بيكون ترانسبورت هدايا عملية النقل دي باسيف، شو يعني باسيف؟ يعني بدون استهلاك طاقة. يا اما عملية الترانسبورت دي بيكون ايش؟ اكتف، نشطة. تمام، اذا يا اما بيكون باسيف، هنا ما فيش استخدام للطاقة، معناها المواد حتمشي مع تدرج التركيز. كيف؟ قال لي لما انا نرفع في مادة من تدرج تركيز عالي الى تدرج تركيز اقل، هنا ما نستحقش طاقة. اوكي، لكن لو رفعت الماده من درجه تركيز اقل لدرجه تركيز عالي، هنا نبي طاقه. اذا هنا في الحاله هذه نبي اي تي بي. تمام، لكن هنا ما نبيش شنو؟ اي تي بي. فشو يسموا فيه لما ما نبيش اي تي بي، ما نبيش طاقه؟ باسيف ترانسبورت. يسموا فيه باسيف ترانسبورت او باسيف ديفيوجن، او باسيف ايش؟ ديفيوجن. اذا شنو هو الباسيف ديفيوجن دوا كتعريف، ومهم هلبا التعريف هذايا. اهو شوفوا، سهل جدا. ترانسبورت الماتيريال، المواد، from من low اسف من الهاي concentration to lower concentration. اذا عبارة عن نقل المواد الماتيريال او substance كيف ما تبي يقول، من تركيز عالي تركيز شنو؟ اقل. without بدون use ATP،
بدون استهلاك شنو طاقة، بدون استهلاك ايش طاقة. اذا هو نقل المواد من تركيز عالي لتركيز اقل بدون استهلاك ايش طاقة، هذا عكسه، نقل المواد من تركيز from low to high، اذا هذا عكسه، نقل المواد من تركيز اقل لتركيز شنو اعلى بس. تمام، ود يوز اي تي بي طاقة انرجي، اذا هنا ما نبيش طاقة، هنا نبي طاقة، هنا من تركيز اعلى الى تركيز اقل، من تركيز عالي الى تركيز اقل، اما هنا العكس، هنا من تركيز، هنا من تركيز اقل الى تركيز شني اعلى، راكب ركوب يعني نبي طاقة، اما هنا نازل نزول من السلحة بتسلحيب كانك في سلحيب فتبيش طاقة. اوكي، اذا قال ان عملية النقل على سطح الخلية من الى يا اما تكون بدون استهلاك طاقه يا اما باستهلاك شنو طاقه، بدون استهلاك طاقه يعني من تركيز عالي لاقل، بدون مع استهلاك طاقه يعني تركيز اقل تركيز شنو اعلى. طبعا الكلام هذا كله مكتوب في الملخص فمش ضروري انت تكتب او شيء، افهم فهم بس على السريع هيك، كل الكلام مكتوب وين في الملخص نتاعي. بهدني انواع الترانسبورت، نجيو انواع البسف، انواع ايش البسف، البسف نوعين وفي جدول المقارنه بيناتهم مهم. اوكي، يا اما باسيف سمبل يا اما باسيف فاسيليتيتد، فاسيليتيتد يا اما سمبل يا اما شني فاسيليتيتد. اوكي، هذا الباسيف. تمام، اذا الباسيف يا اما سمبل يا اما ايش فاسيليتيتد. سمبل، شوف معي، السمبل معناه نقل مواد خلال الدهون. كيف خلال الدهون؟ احنا عندنا سطح الخليه قبل شويه قلنا يا اما دهون يا اما بروتينات، ولا لو رفعنا المادة خلال الدهون هدايا سيمبل، ولو رفعناها خلال البروتينات هدايا فاسيليتيتد. والزوز باسف، لأن كلمة باسف ما لهاش علاقة أنت خشيت من الدهون ولا خشيت من البروتينات، كلمة باسف أنت معناها بدون استهلاك شني طاقة، بدون استهلاك إيش طاقة، هذا معنى كلمة إيش باسف. تمام، فهدايما الزوز باسف، بس هذا باي الليبت خلال الليبت، وهذا يا باي بروتين كارير، بروتين ايش كارير، وسط ناقل شنو بروتيني. قال لك اللي خلال الليبت بمر، الماده اللي بتمر خلال الليبت لازم تكون ليبت سوليبل، ليبت سوليبل، اما اللي بتمر خلال البروتين قال لك تكون ووتر سوليبل، ووتر سوليبل. اذا اللي بتمر خلال الدهون تكون ليبت سوليبل، واللي بتمر خلال البروتين سموها شنو ووتر، تكون خاصيه نتاعها شنو ووتر سوليبل، تكون خاصية متاعها ايش ووتر سوليبل. به جميل، قالك المواد اللي مروا خلال الدهون، خلال الدهون تكون عملية النقل فاست سريعة، اما هنا عملية النقل خيرها تكون سلو ابطأ. به الحاجة الثانية، هنا في سبيسيفيسيتي او سبيسيفيك ترانسبورت. كيف سبيسيفيك ترانسبورت؟ والله لو عندي على سطح الخلية يعني بروتين اثنين ثلاثة، باهي واحد يرفع في صوديوم، واحد بروتين يرفع في بوتاسيوم، واحد يرفع في كالسيوم. تمام، اذا واحد يطلع مثلا في صوديوم في بوتاسيوم قصدي، واحد يدخل في صوديوم والثاني يدخل في كالسيوم. تمام، ما يجيش هذا اللي يدخل في الصوديوم يخطر له يطلع بوتاسيوم او يخطر له يستخدم الكالسيوم، لا، كل بروتين من النواقل من الكارير هذا ما يرفع في ماده خاصه به، شو يسموه فيها الخاصيه دي سبيسيفيسيتي او سبيسيفيك ترانسبورت. اما في الليبد هنا، ليبد ما فيش اي فرق يعني دخل اي ماده، المهم دوب في الليبد انت تخش من المتبي فانا نوع. اوكي، حاجة تانية، لو مثلا عندي ثلاثة يدخلوا في بوتاسيوم، باهي لو فرض ثلاثة يدخلوا في بوتاسيوم، ثلاثة كاري يدخلوا في بوتاسيوم، اوكي، وانا جبت مثلا ثمانية بوتاسيوم، ثمانية جزيئات بوتاسيوم، هل كلهم يخشوا في نفس الوقت؟ لا، بيركبوا ثلاثة يخشوا، بعدين يركبوا ثلاثة يخشوا، بعدين يركبوا زوز ذخيرات. تمام، شو يسموا فيها اللحظة دي تشبع، يعني كأن البروتينات يتعبوا بكل الطاقة متاعهم بالبوتاسيوم، فلهذا الباقي البوتاسيوم لازم يراجع. شو يسموا فيها الخاصية دي ساتيوريشن، شو يسموا فيها ساتيوريشن، هنا ما فيش ساتيوريشن. ليش هي ساتيوريشن؟ والله ان كل البروتينات هذيما اخرهم اتعبوا واكتفوا، تعبوا واكتفوا بايش بالماده اللي بيدخلوها هذه، فلهذا لعند ما يفرغوا الماده هذه مش حتقدر ماده ثانيه تخش، فكأنه صار في تشبع، كانك انت بترفع وحدين في سياره فتعبت الكراسي وقاعدين ما ركبوش، مش حيركب حد ثاني. تمام، يستنوا لين اللي راكبين ينزلوا وبعدين هم يركبوا. اوكي، شو يسموا فيها هدية؟ يسموا فيها ساتيوريشن، يسموا فيها شنو؟ ساتيوريشن. جميل، في عندي حاجة اسمها اكتف ترانسبورت، اكتف ترانسبورت. اوكي،
ما ليش انواع هو ولا شيء ولا متكلمين عليها البفشيت. المهم انه هو يوز اي تي بي اجينست الكونسنتريشن جريدينت، يعني عكس درجة التركيز. اجينست يعني عكس او ضد، اجينست ضد رجيكم، اجينست يعني اعتبرها في الامتحان كي مصطلح ممكن يجيك. اوكي اكيد يوز كارير، يستخدم كارير زي الفاسيليتيتد تمام. والكارير هنا يسموا فيه بومبا بامب، يسموا فيه ايش بومب، لانه يضخ عكس تدرج التركيز، يسموا فيه ايش بومب، يضخ عكس تدرج ايش التركيز تمام. هذا بالنسبة لمن الاكتف ترانسبورت. اوكي النوع الثاني من الترانسبورت او النوع الثالث من الترانسبورت حاجة اسمها بلك ترانسبورت، بلك ترانسبورت. البلك ترانسبورت هدايا نقل، هدايا عبارة عن كاري للارج موليكيولز، نقل مواد حجم كبير هلبة، زي مثلا بكتيريا، بروتينات كاملات، كربوهيدرات كاملات، نقل شنو مواد حجم ايش كبير هلبة. شو يسموا فيه في الحالة هذه؟ يسموا فيه بلك ترانسبورت، يسموا فيه بلك ترانسبورت. لما نرفع مادة كبيرة هدية عندي حل منين؟ يا اما نرفعها لداخل الخلية، يعني بندخل مادة كبيرة لوين؟ لداخل الخلية. في الحالة هذه يسموا فيها اندوسايتوزس، ولو بنطلعها برا الخلية شو نسموها؟ اكزوسايتوزس. اذا اندوسايتوزس عبارة عن ادخال انترانس للارج موليكيولز، ادخال لمواد شنية كبيرة. بس لحظة شوية، المواد الكبيرة هدية ممكن تكون مواد صلبة، ممكن تكون مواد سائلة. لما ندخل مواد صلبة يسموا فيها فاجوسيتوزس، فاجوسيتوزس. ولما ندخل مواد سائلة يسموا فيها بينوسيتوزس. شو يسموا فيها؟ بينوسيتوزس. إذا لما ندخل مواد صلبة فاجوسيتوزس، لما ندخل مواد سائلة يسموا فيها شنو؟ بينوسيتوزس، يسموا فيها بينوسيتوزس. أوكي. ولما بنطلعها برا جيت اوت لارج موليكيول وتكون في فيزيكال، نطلعها في فيزيكال حويسلات، يعني نطلع مواد شني كبيره وين؟ برا، داخل ايش؟ داخل حويسلات فيزيكال. يسموها في الحاله دي اكزو سيتوز، يسموها في الحاله دي اكزو سيتوز. اذا ني بلك ترانسبورت نرفع مواد كبيره بكل بساطه، يا اما بندخلها داخل الخليه يا اما بنطلعها برا الخليه. دخلناها داخل الخليه يسموه في اندوسيتوزس. ولما تدخل داخل الخلية، انت لو دخلت مواد صلبة يسموه فاجوسيتوزس، ودخلت مواد سائلة ليكويد يعني فلويدز يسموه بينوسيتوزس. وحتى هو بيكون في فيزيكلز، حتى هو بيكون في ايش؟ في فيزيكلز، في حواسلات. ولو طلعت المواد برا يسموه في الحالة هذه شنو؟ اكزوسيتوز، اكزو ايش؟ سيتوزس. فشو مثلا عندي؟ مثلا عندي الفاكتورز اللي يأثروا على عملية ترانسبورت، افكتنج ترانسبورت، فاكتورز اللي اثروا على عملية ايش الترانسبورت. واحد المولوكولار ويت، الحجم الجزيئي المادة اللي بتدخلها. لو انت بتدخل مواد حجمها كبير فعملية النقل تكون صعبة، لو بتدخل مواد حجمها صغير فعملية النقل بتكون سهلة. اذا اول حاجة هي مولوكولار ويت. اوكي لما تكون لارج يكون عندك less transport، أقل transport، نقل شنو؟ أقل transport تمام. إذا كل ما كبرت المواد حجمها كل ما كان عملية نقلها صعبة، كل ما كانت أصغر زي الأيونات كل ما كانت عملية نقلها شنو؟ أسهل، كل ما كانت عملية نقلها إيش؟ أسهل. اثنين thickness of membrane، لو أنت تبي تدخل مواد داخل ممبرين الصلابة متاعها عالية أو التخانة متاعها عالية فعملية النقل شو بتكون صعبة، عملية النقل شو بتكون صعبة، عملية النقل شو بتكون صعبة. يعني من الأخير لما تكون كثافة الممبرين عالية، كثافة الممبرين عالية البرميابلتي شو بتكون أقل. شو معنى برميابلتي؟ النفاذية. أوكي وكل ما كانت النفاذية أقل كل ما كان عملية ترانسبورت شني أقل. إذا في الشيء كتب لي برميابلتي، إذا شو نسبب إن البرميابلتي ممكن تنقص؟
ان الثيكنس نتاع الممبرين تريح شني اغلط، تريح ايش اغلط. اوكي شن تاني ممكن يؤثر على عملية الترانسبورت؟ اذا اول حاجة هي الموليكيولز، المولكيولار ويت، الحجم الجزيئي للمواد هذه، والحجم الجزيئي يكون انفيرسلي بروبوشنال. مش مهم هذا انفيرسلي بروبوشنال، يعني من الاخير بالعربي يكتب عليها تناسب عكسي، عكسي تناسب عكسي. اوكي تناسب ايش عكسي، يعني كل ما زاد المولكيولار ويت كل ما عملية الترانسبورت خيرها نقصت. الثيكنس كل ما زادت الثيكنس كل ما عملية الترانسبورت خيرها قلت. ليش؟ لان البرميبريتي خيرها بتقل. نفس الشيء حتى هي تناسب ايش عكسي. نجول اللي بعدها سيرفيس اريا، سيرفيس اريا والله بكل بساطة كل ما كان في عندي مساحة سطح أكثر كل ما كان الترانسبورت أحسن. أوكي كل ما كانت مساحة السطح أقل كل ما كان الترانسبورت يعني أقل. فكل ما زادت السيرفس أريا، سيرفس أريا عملية النقل الترانسبورت غيرها تزيد. أوكي بقى شو مازال عندي تاني؟ أربعة التمبرتشر. والله الهيت يزيد في حركة الأيونات. فيزياء كل ما زاد الحرارة كل ما كان حركة الأيونات خيرها أسرع. تمام. وهذا شو بيسبب؟ بيسبب إنها بتزيد عملية الترانسبورت. أوكي إذن حرارة كل ما زادت هيت أو وورم كل ما زاد عملية شني الترانسبورت، كل ما زادت عملية إيش؟ ترانسبورت، عملية شني النقل. فمزال عندي تاني خمسة. إذا شو خدينا احنا؟ خدينا أول شيء مولكيولار ويت، كل ما زاد العجم المولكيولار ويت كل ما كان الترانسبورت شني أصعب، كل ما كان الترانسبورت إيش أصعب. أوكي فهو انفرسي بروبوشنال. البرميابيليتي تقل لما الثيكنس بتاع المبرين خلاها تزيد فينقص الترانسبورت. السيرفس اريا كل ما زاد السيرفس اريا كل ما كان الترانسبورت أحسن. التمبرتشر كل ما كان وورم كل ما كان حركة الأيونات أكثر كل ما كان الترانسبورت شني أحسن. تمام. آخر شيء ستيبنس اوف كونسنتريشن جريدينت. تمام يقول لك كل ما كانت في تدرج تركيز اعلى كل ما كان الترانسبورت اكثر. سهله نظام الزلحفه بهي زلحفه زي توا، كل ما كانت الزلحفه اعلى كل ما كان نزول اسرع. ولا لما انت تزلحف من واحده 7 متر زي واحده مثلا 14 متر. تمام هنا بيكون اكتر. فقال لك كل ما كان في درجة تركيز اكتر كل ما كان في ترانسبورت اكتر، يعني more concentration gradient يؤدي الى شيني الى more transport، يؤدي الى شيني more transport. سامحونا على الاطاله وموفقين ان شاء الله. كان معكم دكتور عبد المنعم حميدان.